مرحبا يا أطفال، اليوم سندرس الخطوط المنكسرة أيضا. هذا هو الجزء الثاني. نبدأ بالسؤال الأول. أتتبع الخطوط المتقطعة لأساعد القطة على اللحاق بالفأر. أين القط؟ ها هو القط يا أطفال. وأين الفأر المسكين؟ ها هو الفأر. هل نقلد معا صوت القط؟ نعم، هيا يا أطفال قلدوا صوت القط. لم أسمعكم، هل عليكم بإعادة التقليد؟ أحسنتم، القط يصدر صوتا جميلا. نعم، أحسنتم يا أطفال. الآن لكن سأقلد أنا أيضا صوت القط. القط هذا هو صوته، مياو مياو. هذا هو صوت القط، والفأر عندما يسمع هذا الصوت يخاف كثيرا ويهرب. لكن نحن سنساعد القطة باللحاق بالفأر. كل ما علينا هو تتبع الخطوط. نبدأ هكا نتبع الخط متاعنا، ومن بعد الخط متاعنا باش يطلع بينا لفوق ويهبط بينا هكا. هذا هو خط منكسر. هذا احنا اللي تحصلنا عليه، هذا خط منكسر يعتبر نسميه خط منكسر. هيا تو قاعدين نكملوا باش نوصلوا الفار، نوصلوا القطوس للفار. نكملوا 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 كيما هكا. احسنتم يا اطفال. سنصل إلى الفأر قريبا. سيصل القط إلى الفأر. سيصل سيصل سيصل. لقد مسك القط بالفأر. توجد لدينا العديد من الخطوط المنكسرة بهذا الرسم. هذا خط منكسر، هذا أيضا، وهذا وهذا، هذا أيضا، العديد من الخطوط المنكسرة. الآن سنمر إلى التمرين الموالي. التمرين الموالي يقول: اتبعوا الخطوط المتقطعة وأتدربوا. احنا قبل خدمنا تمارين يشبه التمرين هذايا، لكن التمرين هذا هو أصعب شوية من التمرين اللي قبله. احنا باش نتبعوا النقاط اللي موجودة لهنا، نقاط المتقطعة، باش نتحصل على خطوط منكسرة. ديما باش نتبعوا نبداو تكون البداية من السهم. هكا باش نتبعوا الخطوط متاعنا، وهذه تعتبر خطوط منكسرة. أحسنتم. احنا باش نتبعوا الخط، وكل عادة كما وصيتكم باش ما نخرجوش عن الخط. سأقوم برسم الخطوط باللون الأحمر. أحسنتم يا أطفال، لقد أصبحتم تسرعون مثلي. أحسنتم، ها قد أكملنا الشكل الأول وهو مجموعة عن خطوط منكسرة. أحسنتم، فلنواصل التمارين ببقية الخطوط. هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا لأتحصل على نفس الشكل الأول. أحسنتم يا أطفال.
أحسنتم، وهكذا اتبعوا الخطوط المتقطعة هكذا ليصبح لدينا خطوطا منكسرة. لقد أكملنا الشكل الثاني في الخطوط المنكسرة. سنقوم بالتمرين ببقية التمرين وهو الخط الخطوط الثالثة. نحن نقوم بإعادة الخطوط مرة واثنين وثلاثة لكي تتعودوا، باش انتوما تستانسوا بشدين القلم وتستانسوا بتتبع الخطوط المتقطعة، وهكاك نجموا تخدموا كل شيء بصحيح. باش كي نمشيو للروضة ونقروا عند أنيستي نلقاو رواحنا حاضرين، أنيستي تولي تشكرنا تعطينا برشا حلوة. كي انتوما تتبعوا التمارين تاع صبورة نات هكا، تبعوا الخطوط متاعنا باللون الأصفر لكي نتحصل على الخطوط المنكسرة. باش نكمل بقية الخطوط باش نتحصل على الخطوط المنكسرة. أحسنتم يا أطفال، أنتم توا قاعدين في الدار تبعوا فيا فاش قاعدة أنا نعمل، قاعدين تفهموا شنية الخطوط المنكسرة. أحسنتم، هكذا ثم هكذا. أحسنتم، لقد وصلنا كملنا. يما يتبقى إلا اثنين فقط، لكنهم لهنا خلي لي بقية النقاط كما عملنا في التمارين اللي قبله باش نتبعوا النقاط متاعنا، ولهنا كيف كيف باش نتبعوا مرة الأولى الخطوط المتقطعة كما عطانا لهنا بالضبط، ومن بعد ما توفى الخطوط المتقطعة باش نكملوا. كيفاش باش نكملوا؟ نعم أحسنتم، بتتبع النقاط. لهنا نحبس، من هي النقاط اللي باش نربطها ببعضها؟ بما انه عندي هذا وبعد يهبط هكا، النقطة هذه باش نربطها بالنقطة هذه ليصبح لدي خط منكسر، ثم هكا ومن بعد هكا بالتدريج بالتدريج، ومن بعد نمشي هكا والنقطة هذه نعملها خط مائل بالنقطة هذه، وبعد خط أفقي ومن بعد خط عمودي، وهكا نكون أنا كملت التمرين الخطوط هذه بنجاح. نكمل بقية آخر الخطوط في الأول في بدء الأمر باش نتبع النقاط هذوما الخطوط المتقطعة، ثم من بعد كيش باش نعمل باش نتبع النقاط. أحسنتم، هكذا هذه نربط النقطة هذه بأختها هذه، ومن بعد باش نربط النقطة هذه بأختها هذه، ومن بعد هكا. أحسنتم، ومن بعد هكا صحيتو، ومن بعد هكا. بعدها باش نربطها بهذه؟ لا، باش نرجع للنقطة هذه باش يولي عندي خط منكسر، ومن بعد هكا، ومن بعد أحسنتم. توا هكا احنا كملنا التمرين متاعنا. هو صحيح صعيب شوية التمرين، لكن احنا توا كبرنا واستنسنا بالخطوط. اليوم وفات درس الجزء الثاني بتاع درس الخطوط المنكسرة. لقد قمتم بعمل ناجح. أحسنتم يا أطفال، فلنلتقي في الدرس الموالي. إلى اللقاء.